بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، تواصلنا يستمر وشوطنا 21 والخاص أيضا بفئة الأفكار اللقاية 5 كيلومترات هي الحاضرة هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي ينطلق من خلال تواجد هذه الأسماء مع ثالث أيام هذا المهرجان. نسير مباشرة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هناك أيضا سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول لنأخذ المقدمة والصدارة. هنا المركز الأول من تأتينا الظبي سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا الظبي بينما دخول من الجانب الآخر والوصول من نشبة محمد بن سيف المسعيد الخيارين، ودخول من مياسة وصلت في هذه اللحظات من سيد محمد بن سلطان بن مرخان، من يتواجد صعب المضمرين يقدم هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة من خلال تواجد مياسة، ولكن دخول من الجانب الآخر على المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات. ما شاء الله وصلت الشاهينية، سالم بن محمد بن سالمين المزروعي يقدم انطلاقة الشاهينية لنا دور في المركز الخامس، ويأتي هناك سعود بن صالح بن حمد القمرة المري يقدم سيطرة على المركز الخامس. ما زال على المركز الأول، هناك الشريفي ما زال ينطلق بشعار حايل على المركز الأول على الانطلاق الأول ما شاء الله، بينما المركز الثاني هناك مغامرة، بدأت المغامرة مع براية، بدأ يغامر مع براية هناك مع هذا الاسم ما شاء الله تبارك الله على هذه الأسماء الرائعة والجميلة. سعيد بن علي براية المري وصل بن حلوة، وصل بن حلوة مع مياسة محمد بن المر بن حلوه الاكتبي، يا سلام على هذه الاسماء الرائعه والجميله، يا سلام. وصل ايضا الاعصار الغربي، وصل شعار محمد بن زايد المنصوري هناك مع جلايد محمد بن زايد المنصوري، بدا يختلط الحابل بالنابل. الله الله، وصل الشهواني، شوفوا هذا المنظر، شوفوا هذا الانتظار، دمعه 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 المنفره. محمد بن جعفر بن مرخان بدا ينطلق في الامتار المجنونه في ال 700 متر الاخيره. الله الله الله، مغامره هناك ايضا، مغامره مغامره مغامره، وصلت مع شعار بن رايه وجلايد وبن حلوه، بن حلوة حلوة بن حلوة، حلوة يا بن حلوة، حرك حرك، رباعية رائعة، السيارة بالانتظار، النيسان بالانتظار، ولكن جلايد 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 محمد بن زايد المنصوري يقدم جلايد بهذا الأداء الرائع والجميل. يا سلام يا سلام يا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، أحد خبرائي رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، من يقود هذا الشعار؟ من يقدم؟ الله الله، بالطشة بالطشة، وصل 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 بالطشة من الزاوية الصعبة ليقدم هذا الانطلاق. هناك جزيرة عمر بن حربي بالطشة العامري، ولكن جلايد جلايد مع المنصوري، هناك محمد بن زايد المنصوري، يا سلام. تهانينا، سلامي الغربية، سلامي الغربية، تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري، وسلمت يمينك يا راعي الديبة، تهانينا والناموس. المركز الثاني عيني عليك باردة يا بكرة بالعسة، بينما المركز الثاني هناك وصلت الجزيرة عمر بن حربي بالطشة العامري، بينما المركز الثالث كان وصول من ايضا البزية للسيد العسة بالخزع بالعسة العامري. المركز الرابع 63 بالفعل كان محمد المر بن حلوة. المركز الخامس وصول رائع وجميل ايضا من اليازي مسفر بن مبارك بن اسفر الشهواني. توقيتنا الزمني 7:37.74 جزء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز، بينما المركز الثاني فاجاتنا هنا في الامتار الاخيره والتي اطلق عليها الامتار المجنونه بالفعل، كانت الجزيره 7:38.10 من الثانيه. تهانينا لعمر بن حربي بالطشه العامري، ايضا قادم بكل قوه ومنافسه رائعه، قدمت عرض تشكر عليه. بين المركز الثالث كان 7:38.72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك البزية للسيد العثة بالخزع بالعثة العاملي.